السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو يزينا من الكذب على رواحنا. اليوم باش نحكيو على الواقع اللي نعيشو في تونس وكيفاش نجمو نتحسنو. تونس بلادنا الجميلة عندها تاريخ عريق وثقافة غنية، لكن الواقع اليومي متعنا فيه برشة تحديات. يا جماعة لازم نواجه الحقيقة، تونس موش خضراء كيما نحب نتخيلوها. المساحات الخضراء قليلة والتلوث في زيادة. التلوث في المدن متاعنا أصبح مشكلة كبيرة، الشوارع مليانة بالفضلات والهواء ملوث، هذا الكل يؤثر على صحتنا وصحة أولادنا. لازمنا نهتم أكثر بالبيئة متاعنا، نجمو نعملوا برشا حاجات بسيطة باش نحسنوا الوضع، كيما تنظيف الشوارع وزرع الأشجار. المدن متاعنا للأسف ما هيش في المستوى، فما مناطق كاملة مهملة والشوارع مزدحمة وفوضوية، فما مشاكل في التخطيط العمراني والبنية التحتية تحتاج لتحسين كبير. الطرقات مكسرة والمباني قديمة والمرور معطل. نحتاج نخدمه باش نخليه المدن متاعنا أجمل وأكثر راحة للعيش. لازمنا نركز على مشاريع التنمية الحضرية وتحسين البنية التحتية. ومن ناحية أخرى لازم نعترف إليه فما مشكلة في السلوك، فما ناس خايبة وعنصرية، وهذا شيء لازم نواجهوه ونحاربه. العنصرية والتفرقة بين الناس لازمها تتوقف، لازمنا نكون مجتمع متسامح ومتعاون. المجتمع يحتاج لتوعية وتثقيف أكثر، لازمنا نعمل ورشات عمل وحملات توعية باش نغيروا العقليات. الإدارة في بلادنا ما تسهلش حياة المواطن، الإجراءات معقدة والبيروقراطية تعطل مصالح الناس. المواطن يعاني من التعقيدات الإدارية والوقت يضيع في الانتظار. لازمنا نلقاو حلول باش نبسطوا الإجراءات. نحتاج إصلاح إداري حقيقي، لازمنا نعمل على تحسين الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات للمواطنين. نحكيو على الرقمنة، أما للأسف هي مجرد إنشاء صفحات على الفيسبوك. الرقمنة لازمها تكون حقيقية وفعالة. نحتاج تطوير حقيقي للخدمات الإلكترونية باش نسهل حياة المواطن. لازمنا نعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات إلكترونية متطورة. وأخيراً نحب نقول إلي التونسي ذكي، أما الحقيقة إلي المستوى التعليمي والثقافي في تراجع. التعليم هو أساس تقدم أي مجتمع، لازمنا نركز على تطوير التعليم والثقافة. لازمنا نعمل على تحسين المدارس والجامعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة. يا جماعة من هنا نجمو نبدأ نواجه مشاكلنا بجدية ونلقاو حلول على المدى الطويل. لازمنا نكون متعاونين ومتفائلين، ما عادش ينفع نحكيه في كلام فارغ، لازمنا نكون عمليين ونخدموا على روحنا. خلينا نبدأ نخدموا على روحنا ونحسنوا من بلادنا. شكرا على المتابعة. بريك تايم.